في إطار القانون، قانون الصحة، في إطار العمل، في إطار التجسيد اللي تعليمات السيد رئيس الجمهورية اللي عصرنت واللي التحديث والقطاع الصحي. احنا العيادات يقولها عيادات جوارية، ديزيتابليسمون دو بروكسيميتي، تعني ان احنا نروحوا للمريض، احنا نقدموا للمريض. هذا المرضى اللي في الحي هنا في الدار البيضاء كلهم تكون عندهم العيادة نتاعهم ويجوا هنايا فحوصات ويوالفوا بالاطباء ويولوا كوم دي ميدسان فامي نتاعهم، واللي الطبيب هو اللي يبعث المريض للمستشفى الكبير والاخصائي. حتى وهنا كاين دي كونسلتاسيون دو سبيسياليست، نقربوا للمريض، ماهوش نحاميو برك على المستشفى الكبير باش ما يكونش عليه ضغط كبير، لكن نقربوا للمريض. كلام تاع تقدير كبير، ليست توصيات، ليست تعليمات، سون سون با دي انستركسيون. نخدموا مع بعض باش نغيروا الوجه نتاع الصحه، لان يعني انا نقرا وكاين مواطنين يعانيو، وكاين اللي يروحوا ما يستقبلوهمش مليح، سكانر حاب سونبان، ليكوغرافي يطلبوا له ليكوغرافي، واللي يطلب له ليكوغرافي يسيبوا في عياده خاصه، نفس الشخص اللي يشتغل في المستشفى. اشياء عديده قلنا لهم لازم نصحوا، لازم نسترجعوا الثقه للمواطن، وهذا عملنا، هذه خدمتنا، هذه خدمتي انا. يا دي مومون نقول لكم جو سوي انديني، انديني، انا تمست كرامتي، كرامه المواطن بالشيء اللي شفته. لا سيداتي، هذاك شغلي، هذاك عندي زملاء في الوزاره وعندنا عمل، بالطبع يكون اتخاذ اجراءات. حقيقه احنا نتمنى كل اجراءات ناخذوها باش نزيدوا النوع وباش نزيدوا الرقي وباش نزيدوا هذا اللي نحتاجوه احنايا. انا نتاسف كثير لما ناخذ اجراءات ضد مسؤول، والله نتاسف كثير. لازم فريمون يرتكب غلطه اللي ما فيها حتى تصير. عطينا لهم الوقت، عطينا لهم مهله، عطيت لهم قلت لهم ما عندكم 15 جور 15 يوم برك لازم نعطيه ونحدوا لهم وخلينا اللي يخدم مرحبا به. وما نقولكش يعاوني انا، يعاون المريض ويعاون المواطن.